حراك دبلوماسي مكثف لوقف التصعيد الإسرائيلي في لبنان. فالمبعوث الأمريكي آموس هوكستين يزور بيروت حاملا في حقيبته مقترحا سلمته إسرائيل لواشنطن بهدف التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله. المقترح الإسرائيلي يتضمن شروطا من بينها أن تتمتع قوات الاحتلال الجوية بحرية العمل في المجال الجوي لبلد ذا سيادة، فضلا عن أن يتم السماح للجيش بالمشاركة فيما وصف بتنفيذ فعال لضمان عدم إعادة تسليح جماعة حزب الله وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود. وفي الوقت الذي لا تقدم فيه واشنطن ضمانات تذكر للجم سعي تل أبيب لتوسيع الحرب، تتردد أنباء حول مهمة الوفد الأمريكي الأساسية للبنان، والتي تتضمن بالأساس مسارا جديدا يعدل فيه القرار 1701 ليطرح العودة لاتفاق 1949، وهو الأمر الذي رفضته لبنان مرارا وتكرارا. زيارة هوكستين تأتي بعد ساعات من تصعيد إسرائيلي جديد، حيث استهدف طيران الاحتلال فروع مبنى مؤسسة القرد الحسن التابعة لحزب الله في منطقتي بعلبك والهرمل شرق لبنان، في خطوة يرى محللون أنها تمثل مزيدا من الضغط لقبول المقترح الإسرائيلي الذي يهدف بحسب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إنهاء وجود حزب الله العسكري والسياسي.